عبد الحاج شحادة، أخصائي في علم الجيولوجيا والزلازل. برحب بحضرتك يا فندم بداية، وصباح الخير على حضرتك. صباح النور لكم وللمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. لو توضح لنا في البداية الأسباب يعني وراء سلسلة هذه الهزات الارتدادية، وإن كانت هذا أو هذه الهزة التي شهدتها تركيا بالأمس متصلة أم منفصلة عن الزلزال الرئيسي الذي وقع منذ حوالي أسبوعين؟ تركيا منذ السادس من هذا الشهر عم تشهد حركة زلزالية ناشطة، عم تتبع الزلزال الكبير يلي صار قوته 7.7. والهزات التي طالت هذا الزلزال الكبير هي كلها تصنف كهزات ارتدادية، ما عدا الزلزال الثاني اللي حصل بسبعة الشهر على فالق موازي لفالق شرق الأناضول، الذي أحدث أيضا هزة قوتها 7.5 تقريبا. هذه الزلازل الارتدادية لنفهم شو هي لازم بس أشرح لكم بشكل سريع كيف بتصير الزلازل. تفضل. الزلازل بتحدث على فوالق، وهي صدوع في الأرض تحط بين صفائح. هذه الصدوع تمتد على مستوى قشرة الأرض، يعني حوالي 40 كيلومتر من سطح الأرض إلى أسفل القشرة. وهذه الصدوع على سطحها هنالك نتوءات. النتوءات هي نقاط احتكاك تمنع الفالق أنه يتحرك. فعندما تتحرك الصفائح، هذه النتوءات نتيجة الاحتكاك تمنع الفالق أن يتحرك، يتجمع عليها الضغط، وعندما تصل إلى مرحلة لا تعد تحتمل هذا الضغط ببلش يصير الانكسار. أغلب عدد النتوءات التي تنكسر عندما يحدث الزلزال الكبير، وهذا ما حدث في ست الشهر وفي سبعة الشهر. إنما يبقى بعض عدد من النتوءات لم تنكسر في هذا الحدث الزلزالي الأساسي. طب معلش، بس عند هذه النقطة يعني عايزة أعرف نقطة الزلزال أو الفالق اللي حضرتك بتتحدث عنه، هل هذا الفالق هو يعني على اللي حصل في تركيا على خط أيضا لبنان وسوريا؟ يعني نقطة ارتكاز الزلزال الفالق ليس على نفس الخط بتاع لبنان وسوريا أم ماذا؟ نعم، زلزال ست الشهر صار على فالق شرق الأناضول، وهو فالق يختلف عن فالق البحر الميت الذي يمر في سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة وفلسطين والأردن أيضا. هذا الفالق يلتقي مع فالق شرق الأناضول في نقطة التقاء على الفالق حيث حدث الزلزال الكبير. إنما الهزة الكبيرة حدثت على فالق يخص تركيا ولم يحدث على فالق المتعلق بلبنان والمنطقة جنوب سوريا. نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد شحاتة عبد الحاج شحادة، أخصائي في علم الجيولوجيا والزلازل، كنت معنا من بيروت على كل هذه المعلومات.